يبقى احنا بقى قلنا دلوقتي ان الانتيجين اللي اسمه احمد ده لو دخل جوه الجسم، الجسم لازم يعمل هيومورال اميون ريسبونس، هيومورال اميون ريسبونس يعني انتي بوديز او سيل ميدييتد اميون ريسبونس يعني سيلولار ريسبونس. وقلنا عشان يعمل كده لازم يتوفر فيه انه يكون لارج موليكولار ويت، لازم يبقى فورين تو ذا بودي، ولازم يبقى كومبلكس او يا ريت يبقى كومبلكس. ساعات بقى خلي بالكم معايا شويه يخش ماده فورين تو ذا بودي، يبقى فورين اهي بس لو موليكولار ويت وما هياش كومبلكس، it cannot stimulate immune response لانها low molecular weight بس هي foreign. دي لو دخلت جوه الجسم ممكن تتحد مع بروتين في جسمي وتبقى large molecular weight بقت antigen، فالجسم يعمل immune response لانها بقت large molecular weight وبقت complex وهي اصلا foreign. الاميون ريسبونس دي تبقى ضد الفورين سبستانس دي وضد اللي شالها، اللي شالها ده بنسميه كارير حامل كارير. يبقى ايه الكارير ده؟ بيرفع من شأن الفورين سبستانس دي. الفورين سبستانس دي في هذه الحاله بسميها هابتن. يبقى عاوز حد فيكم يقول لي يعني ايه هابتن بقى؟ هابتن از ان انكمبليت انتيجين، ما هواش انتيجين كامل، ناقص لانه ما هواش هاي موليكولار ويت وما هوش كومبلكس، هو فورين بس. Which when introduced into the body it cannot stimulate immune response لانه ما هوش انتيجين، اسمه هابتن. ولكن اذا دخل ممكن يتحد مع بروتين كارير في جسمي ويبقى انتيجين، والجسم يعمل انتي بودي ضده وضد اللي شال. فهمنا الهابتن؟ الهابتن ده ايه بقى؟ يعني احنا بندرسه ليه؟ لان الهابتن ده ممكن يكون دراجز، وانا ما باخد دواء للحموضه، باخد دواء للسكر، باخد دواء للضغط، ما لو خدته والجسم عمل له امين ريسبونس يبقى مش هيشتغل يا اخوان، يبقى ده ما هوش انتيجين. ولكن هذا الدواء بنعتبره هابتن، يعني ايه؟ يعني ساعات يروح متحد مع بروتين في الجسم زي البنسلين، لو دخل جوه جسمي هيعالجني، انما لو اعتبروا الجسم هابتن وخلاه يتحد مع قلبه من في جسمي يبقى دلوقتي بقى انتيجين خلاص، والجسم يعمل له اميون ريسبونس، وممكن الاميون ريسبونس دي تعمل لي نوع من انواع الالرجي اللي هنشرحها في فيديو خاص بيها. يبقى عرفنا الهابتن. فانا في رسمه صغيره كده بتعلمها من زمان، ان ده لو فار واتحاب بلو موليكولار ويت سبستانس يعني هابتن مش هيرد ولا يصد، ولكن لو حطينا عليها بروتين فكبر يقوم الجسم يعمل اميون ريسبونس، او الفار ده يعمل اميون ريسبونس اجينست هذه الماده الصغيره دي الفورين بالنسبه للفار، ولما اتحدت مع بروتين بقت انتيجين فالجسم عمل اميون ريسبونس ضد الماده دي. المشكله في دي ايه؟ ان في بعض الدراجز ممكن تخش جوه جسمي وهي هابتن طبعا ما تعملش حاجه خالص، ولكن ممكن تروح تلزق على كرات الدم الحمراء على الار بي سيز فتروح لازقه عليها كده. اذا دلوقتي هي كبرت، بعد ما كانت صغيره الدراج ركب على الار بي سيز، يبقى الار بي سيز هو الكارير، فالجسم يروح مطلع انتي بودي ضد هذا الهابتن او ضد هذا الدراج وضد الار بي سيز، فالار بي سيز بتاعتي تتكسر ويجي لي حاجه اسمها هيموليتك انيميا، يعني فقر دم نتيجه هيموليسيس او تكسير كرات الدم الحمراء. وما دام الجسم كسر كرات الدم الحمراء لانها لزقت عليها دراجز يبقى دي نسميها اوتو اميون،
اوتو يعني ذاتي، اميون يعني الجسم بيعمل مناعه ضده، ضد نفسه، ضد الار بي سيز بتاعته. ازاي يعمل ضد الار بي سيز بتاعته؟ لان لزق عليها الدراج الهابتن، فالجسم اعتبرهم الاثنين انتيجن. تغيرت ملامح الار بي سيز، كبرت من شان الدراج فبقت انتيجن، فالجسم عمل انتي بودي ضد الاثنين، لان الاثنين اسمهم الانتيجن خلاص او الاميونيجن، فانكسرت الار بي سيز فحصل لي انيميا نتيجة تكسير الار بي سيز، يبقى اسمها هيموليتك انيميا. الله، ده جسم ضرب في نفسه، يبقى ده اسمه اوتو اميون. لما الجسم يضرب في البروتين بتاعه يبقى ده اسمه اوتو اميون، وهندرسها بعدين. طيب ايه انواع الانتيجنز بقى؟ ايه انواع الانتيجن؟ التايبس اوف انتيجن.